عشرات المعلمين اتخذوا هذه الوقفة الاحتجاجية سبيلا لإيصال مطالبهم إلى المسؤولين في منطقة درع الفرات في ريف حلب. زيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل هو ما طالبوا به في لافتتهم. هذه الوقفة سببها نتيجة تردي الأوضاع المعيشية السيئة في هذه الأوضاع الصعبة. نطالب جميع وكافة المسؤولين النظر في حقوق المعلمين، نطالب بحق المعلم الذي هو الأداة الأولى لإصلاح الشباب وإصلاح كافة المجتمع، نطالب كل المسؤولين النظر في أمور المعلمين. نحو 750 ليرة تركية هو ما يتقاضاه المعلم شهريا في ريف حلب الشرقي، وهو مبلغ لا يتناسب مع غلاء الأسعار والظروف المعيشية القاسية التي تشهدها المنطقة، يقول المعلمون، ما دفع العديد منهم إلى ترك القطاع العام والتوجه نحو التعليم الخاص، في حين يعمل بعضهم في الأعمال الحرة بعد الدوام أو بديلا عنه. راتبي 750 ليرة، أدفع 350 إيجار بيت و200 كهرباء و100 مي، والباقي كلياته أنا أضطر أشتغل شغل إضافي. اليوم هؤلاء المعلمين وبالأخص النازحين أغلبهم يوقفون على الدوارات يشتغلون أعمال حرة، بلوك، تراب، تحميل، تنزيل. مرتبات القطاع العام في منطقة ريف حلب الشرقي والتي تتراوح بين 600 و800 ليرة تركية لا تكفي عوائل الموظفين احتياجاتهم الشهرية بحسب وصفهم، خصوصا بعد خسارة الليرة التركية ما يقارب ثلث قيمتها أمام الدولار خلال العام الفائت. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي.